أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قلنا سابقا إن أي نداء يخاطب به الله عباده الذين آمنوا به، ساعة ما يقول يا أيها الذين آمنوا كأن النداء نفسه هي حيثية الحكم اللي يجي بعده، لأنك أنت تجد أن الحق لا يكلف إلا من آمن به، فحين يكلف من آمن به يجعل نداء الإيمان هو حيثية التكليف. يعني يا من آمنت به إلها حكيما قويا قادرا لا شريك لي، اسمع مني ما أطلبه منك بأحكام التكليفية. إذن لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، حكم تكليف حيثيته إيه؟ ليه يقول لنا كده؟ لأنك آمنت بالله، وما دام آمنت بالله كل من تقدح أنت في إيمانه بمخالفة لمنهج ربه لا يصح أن يكون مؤتمنا على نصرتك. ليه؟ لأنه إذا لم يكن أمينا على ما معه أيعينك على أن تكون أمينا على ما معك؟ مش ممكن. ده هو مش أمين على إيه؟ على اللي معاه. يبقى يعينك على أن تكون أمين على ما معك؟ مش ممكن أبدا. والولاية نصرة، والنصرة انفعال الناصر لمساعدة المنصور. وهل تجد فيه انفعالا لك ينصرك ويعينك فيه، أم أنه إن تظاهر بأنه ينصرك فاعلم أنه إيه؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. الله، إذا كان ده في المنافقين بيقول لو أنهم خرجوا وياكوا كده حي إيه؟ حيهفتوكم ويعملوا بينكم إيه؟ فتنة. يبقى إذن الموالاة والنصرة والمعونة لابد أن تكون من متحد في الغاية العليا، وما دام مختلفين في الغاية العليا اللي هي الإيمان يبقى لا يصح أبدا أن يكونوا إيه؟ مأمونين. الحق سبحانه وتعالى يقول إيه؟ بعضهم أولياء بعض. الله، تبدأ في آيات كتير، وقالت اليهود ليست النصارى، وقالت النصارى ليست اليهود، وقال الذين لا يعلمون مثل قولهم. يبقى كم قسم؟ يهود ونصارى ولا يعلمون، اللي هم كفار قريش، ما عندهمش كتب ولا عندهم أي حاجة. طب قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، مثل قول من بقى؟ مثل قول اللي سبقوا اللي هم مين؟ اليهود والنصارى. يبقى برضو الذين لا يعلمون قالوا إيه؟ اليهود ليسوا على شيء والنصارى ليه؟ لأن اللي قالوه اثنين، قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست، يبقى القضيتين الاثنين دول من اللي قالهم؟ الذين لا يعلمون. تبقى المسألة معجنة خلاف، مش كده ولا لا؟ الذين لا يعلمون قالوا ليست اليهودية على شيء وليست النصارى على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. والله، تبقى إذن إيه؟ وقول الله في آية أخرى فأغرينا بينهم العداوة. فكيف يقول في هذه الآيات ما يقولوا ثم يقول بعضهم أولياء بعض؟ دي عايزة بقى وقفة كده، وقفة إيمان. نقول له أيوة، لأن الذين يخالفون منهج الحق يصح يكون بينهم وبين بعض السلطات الزمنية بتختلف، خلاص؟
لكن لما يلاقوا بقى غول جاي هيبلعهم كلهم يعملوا ايه؟ يتفقوا ويتكتفوا. ولذلك هو ما تجده الآن يبقى معسكر الشرق بيعادي معسكر الغرب، لكن حينما يجيء شيء يمس الإسلام تجدهم اتفقوا مع بعض. ليه؟ لأن الإسلام خطر على دول وخطر على مين؟ إذن فهم حينما يكونون ضد الإسلام يبقى بعضهم أولياء إيه؟ أولياء بعض، ولما يبقوا فيما بينهم يبقى فيهم أغرينا بينهم الإيه؟ العداوة والإيه؟ والبغضاء. بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم، اللي يعملهم نصراء ومعينين يبقى معناها إيه بقى؟ إنه لازم يبقى منهم بقى، ويبقى لازم منافق بقى، يبقى معنا بلسانه ومعهم بقلب. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وإحنا قلنا الظلم معناه نقل حق إلى غير صاحبه، مش كده؟ أول الظلم في نقل الحق اللي هو الشرك، الظلم الإيه؟ الظلم الإيه؟ العظيم. نقول الحق سبحانه وتعالى حينما يقول إن الشرك لظلم عظيم، نقول له أيوة. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت لما تظلم واحد وتاخد منه حاجة عشان تنتفع به، أنت تقدر تظلم ربنا؟ تبقى بس خدت أنت العقوبة ولا خدتش منه حاجة؟ خدت العقوبة ولا خدتش منه إيه؟ تبقى ظلم خايبين. يا أخي اللي ظلم واحد وخد منه حاجة يبقى انتفع بها. طب أنت هتظلم أشركت مع ربنا، طب خدت إيه؟ خدت الخسارة. خدت الإيه؟ خدت الخسارة. يبقى أنت عملت في نفسك فصل ولا لأ؟ يبقى أدي الخيبة، يبقى الظلم حينما يحقق لك نفعا يبقى ده ظلم هين شوية. إنما الظلم العظيم إنك أنت تظلم وتدي الحاجة لغير الله وهي لله ولا أنت واخد حاجة. إذا كنت بتتأبى على منهج الله في الأشياء، طب تعالى إن كنت شاطر كده زي ما قلنا وتأبى على قدريات الله غير الاختيارات فيك. أنت مش ربنا بيقول لك اعمل الشيء الفلاني ما بتعملوش؟ آمن ما بتأمنش؟ مش كده؟ صلي ما بتصليش؟ طيب ما انت اذا متعود ان تتأبى على اوامر الله. طب ما يجي كده لما تمرض تتأبى كده وتقول لا مانيش عيان، مش انت متعود؟ ما تقدرش بقى، يبقى ظلم خايب ولا مش خايب؟ يبقى ظلم خايب. والله لا يهدي القوم الظالمين. ليه؟ ام قال لك لانك معنى تهدي اي تدل على الطريق الموصل للغايه. هداه يعني ايه؟ دله على الطريق الموصل للغاية. طيب واللي ما امنش بالله ده يدله ازاي بقى؟ احنا قلنا زي عسكر المرور. عسكري مين؟ المرور لما مشي كده وبعدين سألته قلت له العسكر اللي راح اسكندرية فيه؟ ام قال لك والله هنا من هنا. والله قلت له كتر خيرك الحمد لله اللي وجدتك ومش عارف ايه، ده لو كنتش كده كنت تهت ومشيت هنا ولا هنا، يوم ينبسط منك لانك انت ايه؟ يوم يقول لك والله ما دام انت راجل طيب كده بس قدام 3 كيلو كده في عقبه لان السكه فيها تصريح، انا هركب وياك انفدك منها. يبقى بعد ما كان بيدله اعانه. كذلك الحق اللي يامن بيه يعينه بقى على الهدايه، واللي ما يأمنش بيه يقول له اندعي بقى حشبعك ضلال. لو واحد قال للعسكري والله ما انت عارف حاجه، لا ده السكه من هنا، يقول له طيب يا اخويا امشي يسيبه ينهبط في الضلال بقى وفي التيه ولا الا الى اخره. كذلك ان الله لا يهدي القوم الايه؟ لا يتجنى الله على خلقه فلا يهديهم، لا، لانهم ظلموا فلم يؤمنوا. ظلموا وما دام ظلموا فلم يؤمنوا يعينهم؟ مش ممكن. فترى الذين في قلوبهم مرض، هيدي بقى نتيجة ان هو ما بيديش القوم الايه؟ الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه. ما هو الكلام انه عن ان نتخذ اليهود والنصارى اولياء، اللي في قلبه ايمان
وقلبه سليم سمع النصيحة. سمع ايه؟ النصيحة. واللي في قلبه مرض اعمل ايه؟ يروح يتولاهم. مش بيتولاهم بعقل بس، ده يسارعون فيه. احنا كنا قلنا زمان كلمة يسارعون، ما معنى المسارعة يعني ايه؟ تقليل الزمن في قطع المسافات للغاية. هذا الايه اسمها ايه؟ سارع. يعني ان كانت الحكاية دي تاخد بالمشي العادي ربع ساعة، انا عايزك تسارع وتاخدها في خمس ايه ده. طيب على الاول، فيه يسارع الى كذا وفيه يسارع في كذا. وسارعوا الى مغفرة من ربكم. سارعوا الى ايه؟ الغاية ايه؟ مغفرة من الله تسارعوا اليها. لكن لما اقول لك سارع في كذا، فكأنك من الاصل في كذا. يسارعون فيهم، يسارع الله كأنهم هم كانوا وياهم من الاول، مش كانوا مش وياهم وبعدين بيسارعوا لهم. لا، ده المسارعة في ظرفيتهم برضو من قبل ما تقول لهم كانوا ايه؟ كانوا معاه. ويبقى يسارعون يعني يتهافتون عليه، مش كده؟ يقولون ايه العلة بتاعتهم؟ ايه العلة العامة؟ ان في قلوبهم مرض، والمرض جعلهم يبتكرون ويلفقون اسبابا. الاسباب دي اللي هم بيقولوها نخشى ان تصيبنا ايه دائرة. دول احنا بنوليهم علشان خايفين لا تدور الدوائر وتجيلنا مصيبة نحتاج لهم، وهم اصحاب الاموال، ولا نحتاج لهم لانهم عندهم السلاح، ولا نحتاج لهم ايه. ودي اللي قالها مين؟ ابن ابي. ابن مين؟ ابن ابي. قال لا، ده دول موالية وانا ما اقدرش عنهم لانني رجل اخشى الدوائر. الدوائر الامر يدور هكذا، اللي هي الاحداث والمصائب. اذا سئلت الدوائر تبقى الاحداث والايه والمصائب. ومنها انك تقول ده دول الايام ايه؟ دول. بس كلمة دول دي انتقاليات قد لا يكون فيها ضرر، انما دوائر اللي يبقى لازم ايه؟ يبقى فيها ضرر. لكن مثلا ابن الصامت قال انا حاخد ولاية الله وولاية رسوله والمؤمنين، وحنفض ولاية مين؟ ولاية اليهود والايه؟ والنصارى. دوك قال لا، في قلبه مرض فقال لا، انا اخشى ان تصيبنا الايه؟ الدائره. ان تصيبنا دائره، فعسى الله ان ياتي بالفتح. كلمه فتح ساعه ما تسمعها افهم ان اول مدلولتها ايه؟ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. يعني احكم. يعني ايه؟ احكم. عسى الله ان ياتي بالفتح، بالحكم اللي يوضع حد لمين؟ للمسألة بتاعت اليهود والنصارى والذين لا ايه؟ لا يعلمون. طيب يأتي الله بالفتح او امر من عنده. طب ما هو كله من فتح، في فتح وفي امر من ايه؟ قال لك لا، الحق سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين به، والمؤمن به له اعمال تؤدي كأسباب الى مسببات، وقد يأتي لهم بأشياء بدون مقدمات منهم. يأتي لهم بأشياء بدون إيه؟ مقدمات منهم. دي فضلك فضلك. إذن أن يأتي عسى الله أن يأتي بالفتح بأسباب أنتم تصنعونها، وتعدوا ما استطعتم وتروحوا تحاربوا وتهزموهم وتعملوا مش عارف إيه، أو أمر من عندي بأنني أستأصلهم من غير مجهود منكم. ولذلك قال في آية تانية فما أوجفتم عليهم من خيل ولا إيه؟ ولا ركاب. ما أفاء الله على إيه؟ أنا جبتها فاكر. طيب بنو النضير عملوا إيه؟ مش أجلوا الله؟ وبنو قريظة عملوا إيه؟ مش خدنا زراريهم وخدنا نسلهم؟ هو ده فتح من عند مين؟ أو أمر من عندي. أما الفتح الأولاني فيبقى لنا فيه سبب. فكأن الحق سبحانه وتعالى يعامل المؤمنين معاملتين. المعاملة الأولى أن يصنعوا مقدمات تنتهي إلى إيه؟ نتائج، بس بإيده خلاص.
قاتلوهم يعذبهم الله ايه او بايه؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل سئين قتالكم سبب، لكن امر من عنده يجي روح نصركم كده بالرعب ولا تعملوا اي حاجه، او امر من عنده. احنا بقى كنا قلنا زمان ساعه ما تسمع عسى ولا لعل اسمها رجاء. وما معنى الرجاء؟ الرجاء ان المتكلم يرجو ان يقع ما دخلت عليه عسى. عسى ان تكرم زيدا، من الذي قالها؟ واحد بيقول لك عسى ان تكرم زيد، يعني انت ترجو ان ايه؟ انك انت تكرم زيد. لكن انا مش في ايدي اكرام، انت اللي في ايدك ايه؟ تكرمه. فاذا قلت عسى الله ان يكرم زيد، يبقى نقلتها من بشر، يبقى القائل هنا بشر ويتكلم عن بشر، عسى أن تكرم زيدا. ولكن إن قلت عسى الله أن يكرم زيدا، يبقى اللي بيتكلم مين؟ اللي بيرجو مين؟ والمرجو الله. تبقى قدرته أوسع من اللي زيه ولا لا؟ يبقى دخلنا في الإيه؟ في الرجاء أو. طب فإذا كان الذي يتكلم هو الله، يبقى حيرجو من مين؟ ده هو اللي بيقول فعسى الله ان ياتي، يبقى اطماع من كريم، يبقى لابد ان يتحقق. يبقى عرفنا مراحل الرجاء كام؟ رجاء بشر من بشر لبشر، خلاص ادي واحد. رجاء بشر من اله لبشر، رجاء اله من اله لبشر. ما دام رجاء اله من إيه، هو اللي يملك مش كده؟ هو اللي ايه؟ هو اللي يملك. فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده، وتحقق في واقع الامر ذلك او لم يتحقق. فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده. طيب ساعة يقولون نخشى ان تصيبنا الدوائر، ها، واحنا محتفظين بهم عشان تبقى ولاية ونصرة، وبعدين ربنا يديكم انتوا الفتح بعملكم او يجيب امر من عنده كده كده تفضل من عنده، يبقى هم موقفهم ايه دلوقتي؟ الموقف بتاعهم على ما اسروا في انفسهم ايه؟ نادمين. يعني يقولوا يا ريتنا ما قلنا الايه، ما قلنا الكلام ده. وكلمة فاسوا على ما أسروا في أنفسهم يدل على أن قوله نخشى أن تصيبنا دائرة بعض ما كان في نفوسهم. نخشى أن تصيبنا دائرة، احنا قلنا إيه؟ إن احنا قلنا إن في قلوبهم مرض، خلعوا على المرض هذا الكلام، فكأن اللي عندهم اللي أسروه في نفسهم كراهية هذا الدين وكراهية هذا المنهج، ولا يحبون أن يستعلي في الأرض هذا المنهج على المناهج الثانية. إذن الحق سبحانه وتعالى يدلنا على أن القول الذي نشأ منهم نخشى أن تصيبنا دائرة لم يكن هو السبب المباشر، وإنما السبب المرض في قلوبهم. والمرض في قلوبهم اللي هو إيه؟ لا يحبون أن ينتصر منهج الإسلام. ليه ما يحبوش أن ينتصر منهج الإسلام؟ لأنهم عايشين على إيه؟ على ثروات المخالفة للإيه؟ للدين. فيوم الإسلام ما يبقى له السيطرة، يبقى إيه؟ انتهت الحكاية. كانوا الأول قبل ما يجي الإسلام المدينة إيه كانوا بيعملوا؟ كل الأوس والخزرج والبتاع بياخدوا منهم فلوس بالربا، يشتروا سلاح عشان أي غارة ولا أي حاجة بياخدوا منهم، يقعدوا عندهم لأنهم فاهمين أنهم علماء على المكتب. إذن القيادات كلها في مين؟ فلما جه الإسلام كل ده انشال. يبقى ده المرض جاي منين؟ جاي من هنا، انه سلبهم سلطاتهم الزمنيه، وسلطتهم الزمنيه دي هي اللي خلتهم يحرفوا مين. فاذا كانوا دخلوا مع الله في تحريف كتبه، افلا يدخلون معكم في عداوه ويلبسون عليكم بانهم يعينون وهم يخذلون؟
فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم إيه؟ ساعة بقى كلمة ما يسمعوا كده القرآن، والقرآن يتلى ويتعبد بتلاوته وينقل في المساجد، وهم يسمعوه ويصبحوا على إيه؟ لأن ما دام يقول فعسى الله أن يأتي بالفتح أمر من عنده، يبقى ساعة تكلم بالآية لم يكن هناك فتح ولم يكن هناك أمر، وبعد ذلك فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم ندمين. ربنا كتب اللي في نفوسهم ولا لا؟ زي ما يقول ويقولون في أنفسهم، طب يا سيدي ما دام قالوا في نفسهم، أمال مين اللي سمعهم؟ ربنا اللي سمعهم. أمال إيه؟ يقوم لما يقولوا بالله لو ما كانوش قالوا كانوا يقولوا إيه؟ كانوا يقولوا إيه؟ الرجل ده بيقول الكلام ده، نحن لا قلنا ولا أي حاجة. هل سمع منهم أحد قال إننا ما قلناش؟ يبقوا انقفشوا ولا ما انقفشوش؟ بيقولوا في نفوسهم؟ طب في نفوسهم أكنهم لو تفطنوا بقى، واللي قالوه في نفوسهم ربنا قال ده يقولون في أنفسهم، وجاب مقول القول. فكان الأصول إنهم يعملوا إيه؟ إنهم يقولوا هذا الحكام نوره خالص ومش ملناش إيه؟ عيش في المسألة دي ويبادروا إلى الإيه؟ إلى الإيمان وتنفضل الحكام. فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ليه؟ لأنهم دلوقتي فهموا من نص الآية قبل أن يأتي فتح أو أمر من الله أنهم سيفضحون، فندموا على إيه؟ يندموا على إيه؟ على إن اللي كانوا بيبيتوه ويعملهم إيه؟ مكشوف مفضوح. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. شوف المؤمنين بقى يقولوا إيه؟ ساعة ما يصبحهم على ما أسروا في أنفسهم نادمين وهو إلى آخر العملية دي. طب هم أصبحوا نادمين، أم قال لك ما هو الندم؟ الندم انكسار القلب في الحاضر على تصرف سابق. انكسار النفس إيه؟ في الحاضر على تصرف إيه؟ يعني عمل الواحد عمله وبعدين آثارها السيئة ابتدت إيه؟ تقوم تقول يا ريت ما كنت إيه؟ يا ريت ما كنت حسن. يبقى ايه؟ انكسار نفس ايه؟ حاضر دلوقتي على تصرف ايه؟ على تصرف سابق. طيب وانكسار النفس ده ام قال لك ناضح على بشرة الوجه. ناضح على ايه؟ على بشرة الوجه. يقوم ساعة ما ينضع على بشرة الوجه وتشوف بقى لما يجي لكم فتح كده تلتفت لهم مكبوتين. ومكبوتين كبت اسمه الكبت القصري اللي ما يقدرش يلون نفسه، ما يقدرش يلون نفسه انه يبقى انه يعمل انه فرحان، ما يقدرش عليها دي ابدا. اسمه ايه؟ قصري، يعني الحاح بنيه. وما دام الحاح بنيه يقوم المؤمنين يروحوا فطنين للحكايه دي، يقول لك هم دول اللي كانوا بيقول ايه؟ يقسمون بالله جهد ايمانهم انهم لا ايه؟ طب ما دام يقولوا انهم لمعكم، مش كانوا حياتهم يفرحهم؟ مش كانت تبقى اسريرهم متهلله؟ مش كده ولا لا؟ مش كان يبدو عليهم كده النشاط والمش عارف الايه؟ لا ده مكبوتين وايه؟ ومكبوتين. ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم، اي في قولهم انهم لمعكم. واحنا قلنا حبطت، الحبط اللي هو الانتفاخ اللي كان يسيب الايه؟ الناس يفتكروا انها ايه؟ سمنه، وبعدين تلتفت تلاقيها انتفاخ وايه؟ ويموتها. حبطت اعمالهم فاصبحوا ايه؟ خاسرين. ما هي معنى الخساره؟ مش الخساره ان راس المال يقل؟ هم كانوا عمالين يعملوا كده عشان يبقوا ويانا يداروا ويانا. يبقى ما سلمش لهم هذا الامر ولا لا؟ وانكشفوا ولا ما انكشفوش؟ انكشفوا. يا ايها الذين امنوا نداء اخر. واحنا قلنا ان كل نداء يا ايها الذين امنوا قد يجيء بعدها حكم من الاحكام او بشاره من البشارات او وعد او وعيد للمخالف، كل دي تيجي بعد ايه؟ واللي بيجي فيه شبه إشكال، مش إشكال، إن يجي يقول يا أيها الذين آمنوا
ويكون اللي بعدها أمر بالإيمان بس. يا أيها الذين آمنوا إيه؟ آمنوا بس. يقول لك الله، طب ده هم بيناديهم بأنهم يا أيها الذين إيه؟ آمنوا، يوم يجي يطلب منهم أنهم يؤمنوا، ده هو ناديهم بأنهم إيه؟ أقول لك يا قائم قم، يا قائم قم، ها؟ نقول كده يعني يا قائم قم، لا، يقول له اجلس، مش كده ولا لا؟ أو يجيب حكم تاني، يا قائم تعالى، أو يا قائم انصرف إلى فلان مثلا. إنما أقول يا أيها الذين آمنوا ويناديهم بأنهم مؤمنين ثم يقول آمنوا، يقول لك ما هو الإيمان؟ الإيمان استقرار عقيدة في القلب، استقرار عقيدة في القلب لا تطفو للذهن لتناقش من جديد، نسمها عقيدة. يعني إيه؟ معقودة. خلاص. فالحق سبحانه وتعالى حينما يخاطب مؤمنا ويطلب منه أن يؤمن، يعني يقول له أنت آمنت قبل أن أناديك، وبسر الإيمان ناديتك، فحافظ على هذا الإيمان دائما. يبقى جدد دائما إيمانا، لأنني ناديتك بوصف الإيمان فيك الذي يعرفك. ولذلك سعد يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي داوموا على إيمانكم، لتكن كل لحظة من لحظات حياتكم المقبلة في إيمان مستصحب قبل أن أتكلم معكم بوصف الإيمان. أنتم آمنتم أولا فناديتكم، فحافظوا على هذا وخليكم إيه؟ مؤمنين. طب وليه كده؟ أم قال لك لأن في آمنوا ثم إيه؟ ثم كفروا. فكأنه بيقول لا، اوعوا تعملوا زي الحكاية دي، ما دام آمنتم برضو إيه؟ آمنتم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين.